قال وزير الداخلية الماليزي إن منفذي عملية اغتيال العالم الفلسطيني فادي محمد البطش يحملان الجنسية أو جنسية إحدى بلدان القوقاز ومرتبطان بأجهزة استخبارات أجنبية. وأضاف المسؤول الماليزي أن بلاده طلبت من الشرطة الدولية الانتربول تتبع منفذي عملية الاغتيال التي جرت فجر اليوم في العاصمة كوالالمبور. وبينما اتهمت عائلة البطش الموسادة باغتيال ابنها، نعت حركة حماس العالم الفلسطيني مؤكدة انتماءه إليها وتفوقه العلمي في مجال الطاقة. فادي البطش مهندس فلسطيني وباحث في علوم الطاقة، اسم يضاف إلى أسماء العلماء التي طالتهم يد الغدر في أنحاء العالم بعدما أرهب تفوقهم عدوهم فأرداهم شهداء العلم. هذه المرة وصلت أذرع الغدر إلى ماليزيا، حيث أقدم مسلحان مجهولان على قتل المهندس الفلسطيني فادي البطش لدى خروجه من أحد المساجد من خلال إطلاق 10 طلقات نارية عليه، طلقات تحمل حقدا سببه الوحيد تفوق البطش في مجاله العلمي والذي مكنه من الحصول على عدد من الجوائز العلمية وعلى براءات اختراع عدة لتطويره أجهزة إلكترونية ومعادن للتوليد الكهرباء. وفي الوقت الذي شددت فيه الشرطة الماليزية على العمل لتحديد هوية المشتبه بهم، وجهت أسرة البطش أصابع الاتهام إلى الموساد الإسرائيلي صاحب التاريخ الحافل بعمليات اغتيال علماء عرب، بينما نعت حركة حماس البطش دون اتهام إسرائيل بشكل مباشر التي التزمت بدورها الصمت ولم تصدر أي تعليق رسمي عن عملية الاغتيال. محمد الزواري، فادي البطش وغيرهم من العلماء عرفهم كثيرون لأول مرة كشهداء، إلا أنهم كانوا معروفين لدى عدوهم الذي اتبع خطواتهم وخشي ذكائهم فراح يبحث عنهم في كافة دول العالم ليصطادهم واحدا تلو الآخر دون حسيب يحاسب ولا رقيب يمنع. ينضم إلينا من عمان السيد سلطان العجلوني، الإعلامي والناشط السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. وأيضا من غزة ينضم إلينا السيد ياسر أبو هين، الكاتب الصحفي. أبدأ معك سيد ياسر، أهلا بكما. سيد ياسر، يعني كيف تلقى أهل الشهيد هذا الخبر وكيف تلقت غزة هذا الخبر اليوم باستشهاد أو اغتيال ابنها العالم فادي البطش؟ يعني هي حالة من الصدمة إن صح التعبير، لكنها يعني غير مسبوقة إن صح التعبير. أيضا المجتمع الغزي استقبل هذه العملية بكثير من الاستنكار والإدانة، خاصة أن البطش عرف عنه أنه صاحب يعني أبحاث علمية وخبير في شؤون الطاقة والطاقة البديلة، قدم للمجتمع الغزي في فترة مكوثه في قطاع غزة قبل 10 سنوات الكثير في هذا الموضوع، حينما كان يعمل في شركة توزيع في سلطة الطاقة في قطاع غزة. وأيضا قدم للمجتمع الماليزي الكثير من الأبحاث العلمية والدراسات المختصة في هذا الأمر، وهو ما دفع ماليزيا بشكل رسمي إلى تكريمه في هذا في مجال اختصاصه. الغزيون هنا ربما لم تكن مفاجأة عملية الاغتيال لفادي البطش وهو ابن غزة الملاحق إسرائيليا في ماليزيا، لأنه سبق ذلك عمليات اغتيال أخرى لغزيين. لماذا تريد إسرائيل أو الموساد الإسرائيلي لماذا يريد الموساد الإسرائيلي التخلص من العالم فادي البطش وقد وجهت أسرته الاتهام للموساد باغتياله؟ هو أولا حركة حماس رسميا وعلى لسان رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية مساء اليوم وجهت اتهام رسميا أيضا إلى الموساد، وهذا اتهام مباشر
وصريح من 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 الحركة. إسرائيل في سياستها وفي عرفها أنها تلاحق العقول العلمية والفلسطينية، وهذا معروف منذ السبعينات من أيام جولدا مائير وحتى يومنا هذا. هي تعتبر أن هذه العقول العلمية والبحثية والأكاديمية التي تعمل على التطوير وحل الإشكاليات ورفض المجتمع الفلسطيني بشكل عام والمقاومة الفلسطينية بشكل خاص بأسس التطوير والأبحاث العلمية تعتبره خطرا كبيرا، ربما لا يقل عن خطر يعني الجانب العسكري أو التسليحي. إسرائيل دائما تلاحق مثل هذه العقول سواء كانت فلسطينية أو عربية تتعاون مع المقاومة الفلسطينية أو الفلسطينيين بشكل عام. وهنا نستذكر عملية اغتيال عالم الطيران التونسي محمد الزواري، ومن قبله القيادي في كتائب القسام محمود المرحوح في دبي. هذا قائم على يعني ربما هذا يقودنا إلى سياسة رئيس الموساد الحالي كوهن القائمة على ضرب القدرات العلمية والتطويرية التي يعني تصب في خدمة بين قوسين أعداء إسرائيل، حتى وإن كانت جغرافيا بعيدة عن إسرائيل أو عن فلسطين في دول عربية أو إسلامية أو حتى في دول شتى. سيد سلطان العجلوني أجدد الترحيب بحضرتك. طبعا اهتمت الصحافة والإعلام الإسرائيلي اليوم والمواقع الإخبارية بخبر اغتيال فادي البطش، واعتبرت القناة العاشرة بأنه من قام بهذه العملية قام بعملية وصفها بالنظيفة وبالمتقنة، وبأنه من اغتالوا البطش اليوم أكيد غادروا ماليزيا. هذه ليست المرة الأولى، ولكن هل غيرت إسرائيل اليوم بعد اغتيال البطش وقبلها محمد الزواري أيضا الشاب التونسي المهندس طيران التونسي استراتيجيتها من الاغتيالات السياسية لاغتيالات تطال العلماء والباحثين اليوم والمفكرين العرب؟ إسرائيل لم تغير هذه استراتيجية قديمة عند الاحتلال، تعيد إحياءها. هذه استراتيجية قديمة، كنت أقول أن هذه استراتيجية قديمة وليست جديدة. الاحتلال لم يغير شيء، هو منذ القدم يحاول المساس بهذه العقول. قبل أن يعني نستغرق أكثر من ذلك في هذا الموضوع، يعني أحب أن أعلق بأن هذه العملية مؤشر إيجابي بوجهة نظري، في حين أن كل العالم العربي خاصة الرسمي يتسابق للتطبيع مع الاحتلال والترويج للاحتلال وقبول الاحتلال، ما زال هناك من يحافظ على الاتجاه البوصلة الصحيح ويحاول أن ينمي القدرات من لأجل مقاومة هذا الاحتلال. أن تغتال إسرائيل عالما هنا وعالما هناك، هذا يدل أن هناك عملا ضد الاحتلال. هذا مؤشر إيجابي، هذا مبشر بأن هذه الأمة لم تموت وأن هناك من يسعى لاستعادة مجدها، والآن يتجسد ذلك في المقاومة. وهذه أيضا رسالة لكل العقول غير العربية التي تؤمن بعدالة القضية و تريد أن تشارك في مقاومة الاحتلال، بأنه يمكنها المشاركة في ذلك بعلمها أينما تواجدها وأيا كان تخصصها. هذه رسائل إيجابية يجب أن لا نغفلها، يجب أن ننظر إلى النصف المليء من الكأس. أن تغتال إسرائيل علماء، هذا يعني أنهم يعملون وهناك من يوجههم وهناك من يحتضنهم وهو المقاومة. المقاومة صحيح أنها لا ترد باغتيال مشابهة لقيادات من الاحتلال خارج حدود فلسطين كي لا تدخل في متاهات وصدامات مع أنظمة تلك الدول، لكنها ترد بذكاء تجنيد هذه العقول أينما كانت وأيا كانت اختصاصاتها، وهذا مبشر إيجابي. وأقول بأن هذا يجب أن صحيح نحزن لفراق شهيد خاصة إذا كان عالما بهذا الوزن وما كان يمكن أن يقدم، ولكني على يقين بأن هناك عشرات وربما أكثر من ذلك من أمثال هذا الشهيد والشهيد الزواري وغيره من الشهداء. إسرائيل منذ أن نشأت أو منذ حتى قبل أن تنشأ هي تعلم أن المعركة هي معركة عقول ومعركة إرادات.
هي لم تنتصر علينا إلا باستخدام العقل واستخدام العلوم. وإذا كنتم تذكرون، فإسرائيل عند إنشائها، عند إعلان هذا الكيان، عرضت أن يرأس أن يكون رئيسا لهذا الكيان على ألبرت أينشتاين، وهو عقلية يهودية لأنها تدرك مكانة العلم. ولا وأول رئيس للكيان، أينشتاين لم يقبل، أول رئيس للكيان كان وايزمان، وهو أيضا عالم. حايم وايزمان كان عالما. هم يعلمون أنهم أن المعركة معركة عقول ومعركة إرادات، لذلك يحاولون أن يمسوا هذه الإرادة وأن ينالوا من هذه العقول بالاغتيال، لأنهم لا يريدوا أن تتكافأ الفرص في المعركة. إذا امتلكنا العلم الكافي نستطيع أن نرد عليهم بالقوة الكافية، وهذا ما لا يريدونه. نعم، أعود لك سيد ياسر أبو هين. أيضا من الصحافة ووسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت اليوم على أن ماليزيا أصبحت ملاذا لمن تعتبرهم، طبعا إسرائيل تسميهم بالإرهابيين، وهي تقصد طبعا عدد من النشطاء والمفكرين العرب والفلسطينيين. وهل تعتقد بأن المرحلة الجاية المقبلة يعني سيكون هناك المزيد من هذه العمليات خارج حدود الأراضي الفلسطينية أو العربية لتطال الباحثين والعلماء في الخارج أيضا، لا سيما ماليزيا؟ أريد أن أشير إلى نقطة أعتقد أنها مهمة، أن اختيار ساحة عملية القتل في الشارع الماليزي أو في ماليزيا تحديدا ليس اعتباطا. طبعا إسرائيل حينما تريد أن تغتال شخص يتم متابعته من في فترة طويلة ومراقبته ورصده وتسجيل كل حركاته، لكن أنا أعتقد أن اختيار ماليزيا في هذه كدولة له بعد ربما يعني يغيب عن البعض، أن الشارع الماليزي والشعب الماليزي لا زال من الشعوب ربما القليلة في هذا الوقت الذي نعيشه، والذي تخلى فيه الكل عن القضية الفلسطينية وعن غزة تحديدا، وتركها يعني تواجه مصيرها وتنزف لوحدها. الشارع الماليزي، وأنا كنت قبل عام ونصف تقريبا في ماليزيا، من الشعوب نعم. يعني التي تحتضن القضية الفلسطينية، تحترمها، توفر لها الدعم. قد يكون اختيار ماليزيا أن تكون ساحة قتل هدفه تدفيع الشعب الماليزي ثمن هذا الاحتضان، وبالتالي دفعه إلى يعني الانكفاء أو التراجع وعدم احتضان الشعب الفلسطيني. وهناك يعني عدد كبير من الطلبة الفلسطينيين الذين يعيشون ورجال ويدرسون في الأعمال ماليزيا. نعم. والأكاديميين يتواجدون في ماليزيا ويعملون بها. الشارع الماليزي من حيث متابعتي ويعني احتكاكي كصحفيين، كنخب، كسياسيين، شكرا. يكنون كل الاحترام لفلسطين وللغزيين ربما تحديدا. النقطة يعني التي يمكن أن تضاف في هذا الأمر أيضا، أن إسرائيل ربما تعتبر عمليات الاغتيال خارج فلسطين من عمليات الاغتيال السهلة والنظيفة. عمليات الاغتيال في داخل فلسطين سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة قد تجر إلى أمور لا تريدها إسرائيل ولا يحمد عقباها. في نعم. خارج فلسطين أولا البيئة ليست كما هي في الداخل، فبالتالي عملية الاغتيال تكون سهلة، شكرا لك. قد لا تضطر إسرائيل أن تنفذ بيديها. هناك مقاولون بين قوسين يعني يستطيعون أن ينفذوا هذه العمليات وفق ما تريد إسرائيل وحسب ارتباطاتهم وحسب شكرا لك يعني سيد ما ياسر أبو ينفع هين، لهم، وهم هذا كل ما يعني يسمح به المجموعة الوقت. القاتلة والمأجورة. سيد ياسر أبو هين من غزة الكاتب الصحفي، أشكرك على وجودك معنا هذه الليلة. من عمان السيد سلطان العجلوني الإعلامي والناشط السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية.